24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. شكرا معك الضحية الخالد. احنا فرحانين اليوم بزيارة للميراجان ديال إيكودار. إذا كنت ضيف في الحقيقة مجموعة الفنانين اليوم كتشوف مجموعة أودادن ما شاء الله على غرار إمغران اللي دازوا البارح، وهذا حضور جماهيري اللي في الحقيقة ما شاء الله الناس ديال تافرة وتأمل. إذا كنت ضيف نواحي في كراش سوكا أكادير الناس ديال تيزنيت، هذا الشيء كيفرح بزاف، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الميراجان انه يستمر، حيت كتجدد لقاءات، كاين الناس اللي الحقيقه كتجدد صله رحيم، جاوا الناس من انحاء المملكه. هذا ميراجان اللي في الحقيقه يدل الجميل انه من بعد ما تلاقوا الناس والحمد لله هذا الصله الرحيم في هذه الايام المباركه، وانت كتعرف تبارك الله هذه الايام ديال الصيف وهذا والروتين ديال الدراسه وهذه والاغلبيه العمل وهذه، والحمد لله كيتجدد اللقاء كما قلت لك ديجا قبل مع الاخوان ديال اذا كوني ضيف، ومشكورين على حسن الضيافه ما شاء الله. راك شفتي المعارض، شفتي الناس تبارك الله، سي عبد الله الفوان خليكم مع هذا الفنان هذا اللي ما شاء الله راه اسطوره، والحمد لله راه عندنا في تافراوت ان شاء الله نهار لو 15 في ميراجان تيفاوين لو 15 لو 16 لو 17 في تافراوت. كنرحبوا بالاخوان ديال اذا كوني ضيف وانحاء المملكه، ومرحبا بكم وديما